اللي درت هذه المبادره باش غادي تعطيكم واحد المده على القطاع وكيفاش خصو يكون المؤهلات اللي خصها تكون فيه باش نحاولوا باش نشوفوا هذا الابناج ديال الدورات التكوينيه بالنسبه لحراس الامن الخاص. علاش؟ لان واحد السؤال اللي كيطرح نفسه، اشني هي الكفاءه عندي انا سوق الشغل كحارس امن خاص؟ يعني واحد السؤال اللي كيفرض نفسه، انا غادي نقدم السي في ديالي لواحد الشركه، ولكن اشني هي المؤهلات اللي عندي؟ شنو غادي نعطي باش يعطوني هما؟ فاحنا هنا